عيون جل مغمرات يا حي مركب تابعنا أيها الحفل الكريم أول أشواط القعدان المحليات الأصايل والتوقيت الأفضل مع دمعان، هو من يحقق التوقيت الأفضل في هذه الانطلاقات في هذا الصباح بتسع دقائق وتسعة وثلاثون. تهانينا وناموس سيب بن سيل بن سيب بن كلثم الأخيلي على فوز دمعان وحصوله على التوقيت الأفضل مع أول أشواط القعدان المحليات الأصايل. تنطلق المهجنات بأول أشواطها القعدان في هذه اللحظات ورابع الأشواط المتمم للجولة الأولى والحبل الكريم في هذا الصباح. مقدمة الشوط غازي السهيل بن سالم بن سليم العامري يتقدم بدوره على مقدمة الشوط مع المركز الأول، بينما المركز الثاني بلقى أيضا كحيلان أحمد بن عبد الله بن خالد البلوشي يأتي كذلك بدوره حاضرا في هذه اللحظات مع كحيلان على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم أيها الحبل الكريم وينطلق ويغير اللي هو أيضا مطيلان، وأحمد بن مسلم بن بخيت بن طاس العامري يحتل مقدمة الشوط في هذه اللحظات، بينما رابع الأسماء أيها الحبل الكريم والحضور من خلال تواجد حشيم غانم بن سلطان بن محمد بن يروان الشامسي احتل المركز الرابع. المركز الخامس، اعطونا المركز الخامس والسادس حتى المركز العاشر. في سن الكبار بنتخذ ايضا المراكز او بناخذ المراكز العشر الاوائل مع سن الثنايا وسن الحول، بناخذ ايضا المركز الخامس ايها الحبل الكريم. تقدم في هذا اللحظات من خلال تواجد وانضمام اللي هو مبعد ومحفوظ بن خميس الينيبي احتل المركز الرابع الخامس نعم الخامس المركز السادس. المركز السادس بلقى ايضا مخوف وسالم بن بطيب بن يوعان الشامسي يحتل المركز الخامس او سادس الاسماء نعم المركز السابع. المركز السابع ايها الحبل الكريم وصول وحضور مع اللي هو زاقل ومحمد بن سالم بن فاضل الاكتبي يحتل المركز السابع. المركز الثامن اصبح اللي هو الذيب أحمد بن راشد بن ناصر بن سعيد الشامسي. والمركز التاسع تاسع الأسماء من الطرف الآخر أيها الحبل الكريم حامل رقم ثلاثة أشقر وسعود بن محمد الخريباني النعيمي، أما المركز العاشر أصبح لصالح المشهر ومحمد بن غانم بن حتروش المنصوري. هذه هي مراكزنا العشر الأوائل التي ذكرت إلى مسامعكم في هذه اللحظات، وعشرة خلف العشرة يبدو أن يبلغ نصاب الشوط 20 قعود في هذا الانطلاق وبهذا
الإبداع المستمر. هذه هي نتائجنا وهذه هي الأسماء التي ذكرت إلى مسامعكم، وهذه لقطتنا أيضا ترافق لهذا الشوط. 3 كيلومترات انتهينا منها، و3 كيلومترات متبقية عن الوصول وعن العبور نحو خط النهاية ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف التحدي ما بين شعارات ابن القبائل في هذا الانطلاق وبهذا الابداع المستمر. بنعود الى مقدمة الشوطة الى المركز الاول في هذه اللحظات، هذا هو يتقدم اللي هو كحيلان احمد بن عبد الله بن خالد البلوشي على المركز الاول في هذه اللحظات، وبهذا التقدم المثير مع المركز الاول ما شاء الله. يتقدم كحيلان مع المركز الاول في هذه اللحظات وبهذه التحديات. المركز الثاني بلقم طيلان احمد بن مسلم بن بخيت بن طاسه العامري احتل المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. المركز اللي بعده ثالثا ياتي غازي السهيل بن سالم بن سليم بالاسود العامري، ياتي كذلك بدوره حاضرا في هذه اللحظات وبهذا التقدم المثير بينما رابع الاسماء. شوف الوصول وشوف التقدم ايها الحبل الكريم في هذه اللحظات من خلال تواجد وانضمام مشاهدينا الكرام في هذه الاثاره وبهذا الانطلاق اللي هو مبعد نعم، ولكن لا غير هذا هو ايضا ينضم حشيم غانم بن سلطان بن محمد بن يروان الشامسي على مستوى المركز الرابع والمركز الخامس. ياتي في هذه اللحظات شوف التقدم وشوف ايضا التحدي من خلال تواجد ايضا مخوف وسالم بن بطي بن يوعان بن حمد الشامسي يحتل المركز الخامس في هذه اللحظات. الخريباني النعيمي يتسلل مع اشقر سعود بن محمد، الخريباني النعيمي يحتل المركز الخامس، غير في هذه اللحظات وتدخل مشاهدينا الكرام من خلال تواجد شاهين علي بن فلاح بن يابر الاحبابي على مستوى المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن اعطونا شوف التقدم في هذه اللحظات، يبدو انه المارد مبخوت بن حمد بالعود العامري ياتي كذلك بدوره حاضرا مع المارد. المركز اللي بعده ايها الحبل الكريم تقدم مع ذيب احمد بن راشد بن ناصر الشامسي، اتى بدوره في هذه اللحظات ايضا تاسعا وعاشرا في هذه الاثاره. يتقدم ايضا اللي هو المشهر محمد بن غانم بن حتروش المنصوري. هذه هي نتائجنا مشاهدنا الكرام المره الثانيه للعشرة الأوائل الحاضرة في هذا الانطلاق وبهذا الإبداع المستمر. ولكن بعود إلى مقدمة الشوط، بعود إلى المركز الأول ما شاء الله، لا زال مسيطر مع المركز الأول. يتقدم الجموع في هذه اللحظات، ولكن تسلل ملحوظ من ميمنة الميدان ما شاء الله تبارك الرحمن. شد الهمة يا أبو عبد الله، شد الهمة يا أبو عبد الله ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف التحدي وشوف الإبداع في هذه اللحظات ما بين الأربعة الأسماء التي قريبة من بعضها إلى بعض في هذا التحدي وبهذه الإثارة المستمرة ما شاء الله. هناك تقدم من الصفوف الخلفية وحضور مع أيضا الله الخريباني النعيمي، وكذلك تقدم مع الذيب أحمد بن راشد بن ناصر الشامسي، لكن غير بن ضبون على مقدمة الشوط مع المركز الأول اللي هو غازي السهيل بن سالم بن سريم العامري مع المركز الأول ما شاء الله على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. لكن تسلل من الطرف الآخر والبلوشي يرفع راية التهديد، البلوشي يرفع راية التهديد ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الرقص الجميل والتحدي المثير. ومن الطرف الآخر أيها الحبل الكريم شوف التحدي وشوف الإبداع في هذه اللحظات. بن ناصر يغير على مقدمة الشوط مع الذيب أيضا أحمد بن راشد بن ناصر الشامسي يتقدم، وكذلك من الطرف الآخر حشيم غانم بن سلطان بن محمد بن يروان الشامسي ما شاء الله. والبلوشي مرة أخرى يعود للمنافسة في هذه اللحظات، غير على مقدمة الشوط مع المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف التحدي وشوف الإثارة مع أيضا كحيلان أحمد بن عبد الله بن خالد البلوشي مع المركز الأول، ينطلق بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. كحيلان على مقدمه كحيلان مع المركز الاول ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الرقص الجميل والتحدي المثير.
سلام بديه سلام سلام بديه سلام وتحيه راعي الصريديه على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني عند ايضا هناك ابن ابو. المركز الثالث عند بن ناصر. المركز الرابع عند الخرباني. المركز الخامس المركز الخامس كان الوصول ايها الحفل الكريم مع المارد. لا 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 المركز السابع ايها الحفل الكريم هناك او الخامس بترك الى اعضاء خط النهايه لهم متابعه. وايضا حتى المركز العاشر بعود الى توقيت ومقداره ايها الحفل الكريم 9 دقائق و49 مع كحيلان احمد بن عبد الله بن خالد البلوشي. تهانينا وناموس وسلام بديه سلام والتحيه لراعي الصريديه على هذا الفوز والانتصار مع كحيلان. وتشكر يا يحيى على هذه المتابعه مع كحيلان.